رئيسا معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الثانية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وناقش المجلس البنود المدرجه على جدول الاعمال حيث قرر الموافقه على مشروع قانون بتعديل بعض احكام عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركه الخليج لصناعه البتروكيماويات المنشاه بموجب المرسوم بقانون رقم 18 لسنه 1979، كما قرر المجلس عدم الموافقه من حيث المبدا على مشروع قانون باضافه ماده جديده برقم 11 مكرر الى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب واختتم مجلس الشورى جلسته بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المقدم من عدد من أعضاء المجلس وإحالته إلى الحكومة الموقرة تم مناقشة التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بحيث تم تعديل آه أحد المساهمين بخروج مساهم ودخول مساهم أخرى من نفس دول المساهمة في المشروع آه واللي هي مشروع مشترك بين دول الخليج الثلاثة مملكة العربية السعودية دولة الكويت ومملكة البحرين بنسبة ثلث 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 من رأس المال المدفوع بالكامل وهو 60 أو 60 مليون دينار بالكامل تم النقاش في المجلس بخصوص المادة رقم 11 لمرسوم قانون 35 لحصول البلديين في لما يفوزون في الانتخابات يعني كان القرار انه يحصلون راتبهم اول ما يفوزون في الانتخابات ولكن اللجنه يعني رات أن هذه يتعارض مع البلديين القديمين من الدورة القادمة السابقة لأنهم يواصلون يأخذون رواتب حتى يأتي البلدي الجديد فإذا يعني يحصلون راتب معناته يصير الحكومة تصرف راتب لبلدي القديم والجديد فرأت اللجنة بأن هذا غير ممكن وافق أقلبية أعضاء المجلس الشورى في جلسته الثانية عشر من الدور الرابع بمقترح بقانون تقدمت به مع زملائي في المجلس وهو عرض الحساب الختامي لهيئة التأمين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ببسط الرقابة البرلمانية على الحساب الختامي لأجل حسن الإدارة وتأكد من تحقيق الأهداف الاقتصادية وكما حصل في السابق في الجلسة الثامنه وافق المجلس على عرض الحساب الختامي لحساب تعطل تامين ضد التعطل